مشاهدينا ورجعنا لكم مرة تانية ومكملين معاكم سهرتنا في رمضان يقربنا على شاشة رقم واحد شاشة تلفزيون الحياة. كنا بنتكلم على مسلسل دلع بنات وان هو هيكون موجود معنا ان شاء الله على تلفزيون الحياة. قابلنا كمان واحنا هناك الفنان عمر متولي وهو طالع بدور جديد جدا عليه، ده تقريبا يعني اللي انا حسيته ان هو طالع بدور بلطجي رهيب حد شرير جدا، بس هي الفكرة ان هي جت معايا شر بكوميدي في نفس الوقت. تعالوا نروح نشوف اللقاء بتاعه ونرجع مرة تانية. عمر متولي كل سنة وانت طيب. انت طيبة. الاسم التاني ايه؟ تعاون. تعاون. كل كل سنة وانت طيب. دور السنة دي مختلف خالص. انا شفتك تحت اول وشفتك داخل وكنت انت متقمص شوية وبصير كده قعدت ضحكت جدا، كلنا قعدنا نضحك، فمعنى ان احنا واحنا مفيش كاميرا دايرة وقعدنا نضحك معنا ان انت عامل دور لا يعني عامل دور السنة دي مختلف قوي. احكي لنا على الدور شوية. هو تخيل الدور ده كان فيلن، ده اصلا شرير خالص ومش عارف ليه واحنا بنصور كده طلع في البروف الاولانية اتكلمت بالطريقة دي فطلع دمه خفيف، فبقى فجأة فيلن دمه خفيف. لقيت المؤلف بيقول لنا انا مش عارفين يعني انت عامل لنا مشكلة، يعني فيلن كان شرير مكروه وفجأة بقى لذيذ، يعني طب هنعمل ايه؟ فبس هو جه كده يعني حتى الواحد ما جه كده جت كده معاك كده يعني. بس انت باين عليك ان انت يعني عامل شنب رهيب والجل اللي حاطه على شعرك شكل غريب قوي، نص كيلو جل اللي انت ضربه في ده عامل لوك جديد. كلمني شويه اكتر عن الشخصيه، انت شرير ودمك خفيف بلطجي ما تعرفيش بقى بيقلب عيشه في اي حاجه، عارفه اللي هو ما عندوش مانع يعمل اي حاجه وغالبا هو مش متوقع يدخل الجنه فبيتعامل عادي بقى خلاص هو خلاص عارف مستقبله رايح فين خلاص. والكباريه بتشتغل المفروض في كباريه بيروح يشتغل في الكباريه وجرب بقى الناس اللي في الحارة واحد بواحد. انت اللي جريتهم للكباريه، انت اللي جريتهم للرذيله في الاخر. بالظبط. وبس هنشوف بقى في الاخر يحصل ايه. وفي بتناقشوا شويه الاختلاف بين الطبقات الاجتماعيه. هو اجتماعي شعبي ودمه خفيف يعني لو عاوزنا نصنفه. انا دوري ايه؟ شخصيه زباله يعني من ازبل الشخصيات اللي ممكن تقابليها في حياتي. بس واسمه طاعون يعني حتى صعب كده. اسمه طاعون اهله مسمينه طاعون ولا هو ده لقب واخده في الحاره؟ هو لو نعرف له اهله كنا سالناهم. اما هو كده طلع شيطاني ممكن يكون اسم لقب طلع عليه من الشارع او عشان هو بلطجي او حاجه كده. طيب قولي بقى اللي معاك بقى في العمل، مي عز الدين والمنبرودي وسعد الصغير انت بقى المفروض ايه؟ انت بقى اللي فوقيهم اللي كابتهم وانت البلطجي اللي عليهم. لا مش قوي كده يعني تلاقي ساعات هتحسي صداقه بينه وبين حد تاني مش طايقه، عارفه علاقات مختلفه متشابكه كده. بلاش احكي لك كتير. خايف من الدور طب السنه دي بما انه حاجه مختلفه؟ انا كده كده خايف. انا كده كده خواف. بس ربنا يستر. ربنا يستر ان شاء الله. تعمل يعني السنه دي دور قوي ودور كويس وباين ان انت قد ايه الاختلاف واي حاجه مختلفه بتنجح. ربنا يخليك بالذات لما بتكون كويسه يا رب. واحنا كلنا اول ما شفناك يعني قعدنا نضحك ما عملناش حاجه تانية غير كده. كويس ان شاء الله يا رب ان شاء الله خير. هنشوفك على قناه الحياه في دلع بنات وهتكسر الدنيا ان شاء الله. ميرسي جدا. كل سنه وانت طيب. وانت طيبه. الكذب بيسرق في المولد والناس طراطيم والصدق سبرتو في زازة تفتح حاجين. فنان عمر متولي ربنا يوفقك ان شاء الله دورك ينجح، بما انك طالع بدور جديد دور الطاعون ان شاء الله ينجح ويعجب الناس.